تحية نضالية عليا إلى كل الوجوه الشريفة الحاضرة معنا في هذا الشكل الحضاري. كنلتمس منكم جميعا قررنا تكون وقفة صامتة حضارية كتعبر على المستوى، نوسعوا الشكل ديالنا خاصة وأننا كنديروا واحد الوقفة ترحما على كثيرة الشباب اللي راحوا ضحية السياسات والحكرة. نكملوا الوقفة ديالنا الصامتة خاصة وأن عندنا مجموعة ديال العائلات اللي دابا الحاجة الوحيدة اللي كتطلبها هي أن الأبناء ديالهم يوصلوا للديرة ديال المجدة. زيد المشاهد شوف كيف كما كنشوفوا هذا اللي انفاس ليا العائلات ديال الضحايا ديال شهداء قوارب الموت، يعني جاو كل شيء حاضرين هنايا، يعني العائلات ديال 11 الضحيه كما كنشوفوا هذو الصور ديالهم الله يرحمهم جميعا. تحية مجددا كنعلنوا على انطلاقات الوقفة الصامتة اللي غادي تدوم ربع ساعة عاد من بعد غادي نعطيو كلمات العائلات ديال الضحايا لما بدكم هاد الوقفة ترحما على ضحايا القهرة والحقرة. عندنا ربع ساعة من بعد عاد غادي نعطيو كلمات العائلات ديال الضحايا كما قلت لكم. كاين الآن مطلب أساسي وآني هو الأبناء ديالنا هادي كاملين خصهم يجيو للمدينة ديال مجدة. ربع ساعة عندنا ونبينوا الحضارة ديالنا ونبينوا على أساس أن الشباب والشباب ديال المدينة ديال مجدة هو شباب حضاري، شباب اللي خايف على بلادو، وحتى واحد ما يتزايد علينا بالوطنية. كما قلت لكم عندنا 15 دقيقة نخدموا كاملين المستقبل ديالنا ونخدموا كاملين العائلات ديال الضحايا. وهذه رسالة جميع المسؤولين كيف ما كانوا أننا خصنا نوصلوها مستقبلا. عندنا ربع ساعة الشابات والشباب ونديروا كلمات للجميع اللي بغى يدخل. وشكرا. إذا مشاهدي شوف تي في، يعني بدات الوقفة الصامتة في هذه اللحظات هنا من ساحة الحمام مدينة وجدة انفصلية. كنتمنى أنه تبارطاجيو هذا المباشر باش يوصل طلبوا الرحمة للشهداء ديال لقمة العيش وشهداء قوارب الموت اللي توفوا بالجزائر. إذا كما كتشوفوا هذو اللي انفصلية كاملين العائلات ديال الضحايا، هذو هنايا النص راه كاينين العائلات ديال الضحايا اللي تصاور تاع وليداتهم. كتشوفوا كاين اشرف، كاين اسماعيل، كاين عمار، كاين محمد، كاين مجموعه ديال الشباب اللي كاين بوعرورو، كاين بزاف اللي شوف اللي بغاو يهضروا. شوف اللي غادي السلام عليكم اخويا. هنايا بغينا نطلبوا غير من المسؤولين يشوفونا
يشوفوا لنا غير خوتنا ويردوا لنا غير خوتنا بغيناهم يجيو يوقفوا معانا يجيبوا لنا غير خوتنا بغينا ندفنوهم كل شيء راه محروق بغينا غير ندفنوهم ما بغينا والو حنا نطلبوا سيدنا يوقف معانا حنا نطلبوا سيدنا يوقف معانا هذوك راهم ولادكم هذوك راهم ولادنا وقفوا معانا وجيبوهم لنا بغينا غير ندفنوهم بغينا غير ندفنوهم ووقفوا معانا وقفوا معانا هذوك راهم ولادكم هذوك راهم ولادكم انا نطلب من سيدنا يوقف معانا نطلب من المسؤولين يشوفهم حالنا يجيبوهم لنا غير ندفنوهم يجيبوهم لنا غير ندفنوهم نطلب من سيدنا يوقف معانا ويشوفهم بغيتكم غير جيبوهم بغينا غير ندفنوهم كاع راهم خوتنا وكاع بقاو فينا انا مانيش نهضر غير على خويا كنهضر على خوتي كاملين كاع بقاو فيا وكاع راهم خوتنا انا نطلب منكم ونطلب من سيدنا ان شاء الله يوقف معانا ويشوف لنا ولادنا بغيت غير تدخلوا غير ندفنوهم بعدا نشوفوا قبورهم بعدا غير نشوفوا قبورهم بعدا غير نشوفوا قبورهم هذا ما راني نتمنى نطلب ان شاء الله يا ربي من سيدنا يوقف معانا يوقف معانا يوقف معانا يجيب لنا غير جوتات ديالهم غير جداد ديالهم بغينا غير ندفنهم هاك اخويا هاك اول شيء مباشره من الجزائر احد الناجين احد الناجين مباشره الموت بالجزائر يعني المباشر تفضل تكلم السيدي للصحافه هشام سميتو هشام فينا ولا تلاقى دير فينا ولا دير بارلون من الجزائر الضحايا يعني اللي من نجم حوالي من الموت تفضل سيدي تفضل معك الصحافة على المباشر فين هو الصوت؟ هو قال لك السلام عليكم فين هو الصوت؟ دير بارلول وجهد الصوت السلام عليكم وزيد راه يسمعك اخويا هشام رسالة توصل رسالة لوسائل الإعلام والرأي العام والعائلات حول بسم الله غريب دقيقة أخويا قطع مسونة ليش قطع دقيقة إذا المشاهدين شوف تبيع المباشر أحد الضحايا الناجين يعني مباشرة من الجزائر على اتصال عبر الواتساب فوت لا غادي يطلق الآخر يجاوب وأخويا هشام أرمي كي يسمعوك هدر واه قال لك الكلام كامل اللي راهم كيقولوه هنا في المغرب كلام فارغ زيد اخويا هشام قول شكون اللي مات الكلام فارغ لا علاقه داك الكلام اللي قال لك داك الكلام اللي راهم كيقولوه فارغ خويا حنا مشينا راهم يسمعوا زيد 18 في الشهر خرجنا حنا 15 وخرجنا حنا 15 الواحد مشينا 100 كيلومتر البحر وقفنا باش نديرو ليسونس درنا ليسونس ديالنا جينا نكملو الطريق عودت بينا هاديك تحلت من تحت عودت بينا داك ليخت الصغير عودت بينا داك البوطي صاي دراري كلشي توفر ما طلع ليهم شركنا حنا جوج انا تحرك هنايا الحرق ديالي زي مطو قرا نزيد لهاد الضو غادي نوريكم الحرق ديالها الحرق ديالي هذا واحد الناجي مقارب الموت اللي انه صاب بحرق بدرجة ماشي من خطر يعني ولكن من ناجين لهشام مدينة وجدة ياكس من مدينة وجدة حي واحد ناجين ممكن تحكي لنا كيفاش كانت الرحلة وكيفاش شنو وقع بالضبط الرحلة كانت موافقة كانت غادية كل شيء في أمان الله كل شيء كان في أمان الله كنا احنا عشرة وكنا كانوا معنا كنا تسعة مغاربة وستة جزائريين كانت غادي كل شيء في أمان الله غادي كل شيء في أمان الله ضحكي اللاعبين قدر الله تكتبت علينا هاد الشيء هذا 13 واحد توفات وحنا جوج سلكنا أنا واحد جزائري كل شيء مات على اللي توفى 13 شحال اللي توفى 13 شحال عدد الضحايا 13 واحد توفات واحد جبدوه معنا وشي الاخر كلهم بنات وجدة كلهم بنات 13 واه واش تقدر تقول لنا الاسماء ديالهم سميات اللي ماتوا ما عارفش عارف سميه تا واحد سميه واحد يقول له عزيز الكنيه تاع اللقب تاع الكنيه تاعهم عارفهاش عزيز عمروس كاين محمد خلف كاين اسماعيل
كان شي دراري اخرين مغاربه ما عرفتهمش. كان خالد كان شي واحد تما يقولوا له اشرف ولا ولد وجده ما عرفتوش. اشرف هكا الدراري اللي كانوا الاخرين ما نعرفش سميتهم. الله يخويا احمد فرع عارفه بشمعه وبشمعه اسماعيل كاين او عمار عمار القرع داك بوشعر هشام عمار القرع عمار كان معنا عمار واه كان معنا عمار توا توفى وهذاك ولد العيون اسماعيل ها هما تصور خويا هشام ها خويا هشام ها هما تصور ما هادو شراشرا هما دفنوهم ولا باقي على الجثث في لامور في لامور هما هادو شراشرا اللي كانوا معايا واه دفنوهم كانوا ساكنين معايا هادو كانوا ساكنين معايا في نفس الدار اخرهم في الثلاجه ديال مستودع الاموات واحد حنايا راه مستودع الاموات مازال ما دفنوهمش مازال ما دفنوهمش ياك شد المعنى هذا يعني لازلنا في هذه اللحظات يعني كما كنشوفوا عائلة الضحايا يعني واقفين هذا المعنى هنايا واش خصنا فرام واحد صح السلام عليكم مشاهدي شوف تي في هذا ابن عم احد الضحايا اللي متواجد معنا دابا مباشره غادي ناخذوا عليه تصريح باش نعرفوا الحيثيات وشنو شنو 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 الاخبار اللي وصلوا لها بهذا المعنى هذا صباح نقول لك خويا صبر حتى يعطيك لي الاشاره خويا شوف الكاميرا السلام عليكم كتير مغاربة أولا نقولوا الله يرحمهم الإخوان ديالنا راهم كاملين إخوتنا وعنا يعني ما قدرناش نقولوا شي حاجة من غير الله يرحمهم حيت شو كنلقاو الخير في هذه البلاد هذه ونلقاو شي حاجة اللي يوقفوا عليها في هذه البلاد ما غاديش يمشي وما غاديش يرميو راسهم من الموت حيت المسؤولين ما كيفكروش في الشباب كيفكروا غير في راسهم اللي قبض شي منصب راه كيقرق عليه يعني ما كيفكرش انه يخدم البلاد ولا يخدم لهاد الشباب واش دارها كبيره والجهه الشرقيه راها كبيره الشباب راه كيعاني هما راهم كيخدموا لشي حاجه ديالهم يعني الا باك عندك شي كوستو ولا باك صاحبي راك تخدم في هاد البلاد ما عندكش راك ما تخدمش هاد الشباب هادو باش فكروا ومشاو للهجره السريه راهم حتى ما لقاو ما يديروا في هاد البلاد يعني ما لقاوش شي حاجه اللي غادي يجلسوا عليها في هاد البلاد واحد عنده 21 عام ولا عنده 22 عام حتى 20 عام انه كيفكر يهجر هاد البلاد يعني راه وصلته للعظم ما لقاش الخدمه ما لقاش ما ياكل كاين شي عائلات راهم ما ياكلوا ولادهم راهم كيشوفوا فيهم انهم يعانيوا وما كانش الخدمه فين غادي يخرج يشفر غادي يخرج يشرب ولا يصيفط اختو تزني باش تجيب له ما ياكل ما يمكنش يعني هاد المسؤولين هادو خصهم يفكروا فينا حنايا كشباب هما عطا الله راهم كبار وجالسين في المناصب ديالهم لاقين ما ياكلوا لاقين خلصيه هاد الشباب هادو راه ما لاقين حتى شي حاجه حنا كنا نخدموا مع الحداده كانت دايره فينا خير كنا نخدموا اليوم من بلعوا علينا الحداده راه ما كاين لا خدمه لا والو صراحه المعامل اللي كيجيو الشركات اللي كيدخلوا للبلاد راهم كيصيفطوهم ديال الشمال ديال اللي عندهم تما للغرب حنا هنا الجهه الشرقيه ما كيفكروش فينا يعني ما كان لا مصانع تاع الواطن ما كان حتى شي حاجه اللي كيخدموا فيها الشباب باش غادي يفكر هذا اللي عنده 20 عام ولا اللي قاري كاع اللي راه قاري اللي راه يقرا في هذه المدينه هذه ما عندوش لافونير يعني ما عندوش خدمه عارف راسو غادي يوصل لفاك في الثاني غادي يلقى راسو حدا دارهم مريح يعني ما كاين لا خدمه لا والو يضيع حياته كامله في القرايه في الثاني ما عاد يلقى لا خدمه لا والو
فاش غادي يفكر؟ غادي يفكر يهاجر البلاد، غادي يفكر يخوي البلاد، ما لقاش فيها الخير. وهاد المسؤولين، هذا السي حشيره وهاد السي بيوي اللي كيوعدونا كل عام كل مره كيوعدونا انه كاين تغيير، انه كاين خدمه، انه غادي نديروا لكم فعلوا، راه ما داروا لنا حتى شي حاجه. اربع سنين هادو حنا كنشوفوا في الجهه الشرقيه زايده وكتهود، يعني ما كانش جديد. قبض اي واحد يروح لاي منطقه ما غاديش تلقاش فيها شي حاجه اللي زينه اللي مفيده، من الطرقان من السكنه من المعاناه تاع الشعب، والو ما كانش شي حاجه. يعني نشوفوا، خصنا نشوفوا هاد المسؤولين اللي يخدموا المصالح تاع الشباب ويجيبوا لنا. وهاد الفاجعه طاحت علينا ما كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون، ولكن كنطالبوا انهم يوقفوا معنا باش يشوفوا لنا الجثث ديال خوتنا هنايا. ما بغيناهمش يدفنوا في بلادات الناس، بغينا غير نشوفوهم بعينينا نترحموا عليهم ونبكيو عليهم ندفنوهم حنايا. الى هاد المسؤولين كيقول لك حنا نوقفوا مع الشعب، يوقفوا معنا في هاد الحاله هذا، في هاد الفاجعه هذه، ماشي تيكون الفرح عاد تبانوا لنا ولا تيبانوا الانتخابات عاد توقفوا علينا في ديورنا وتقولوا لنا روحوا عاونونا. هادشي راه ماشي معقول. هذا السلام عليكم ورحمه الله. باش يجيبوهم، باش يجيبوهم. وكنطالبوا من القنصل تاع المغرب في الجزائر يوقف معنا ويشوف لنا ولادنا باش نجيبوهم. حنا راه ما عندناش شي حاجه اللي تما اللي يعرف ولا اللي يمشي يوقف معايا من تما. حنا كنطالبوا من القنصل تاع المغرب انه يوقف معانا باش يجيب لنا ولادنا ندفنوهم حدانا هنايا، وكاع خوتنا اللي ماتوا راهم كاملين خوتنا، بغيناهم يجيو للبلاد يندفنوا هنايا. السلام عليكم ورحمه الله. واش الملي شهداء على وسعوا شويه راح ولا تكشي حتى واحد ما يبقى في الخلاص. هذا مشى شفت بك ما شفتو، هذا من احد عائله الرحمن الرحيم. ولا روح باش يجيب ويقولوا لهم واش راهم حيين واش راهم ميتين باش يجيبوا ويشوفوا الشلون هنا. والحاله هي واش هذه دوله عباد الله؟ واش هذه الدوله اللي كتسمح في ولادها هنا وولادها ميتين؟ لا يعقل.
وما غاديش تسكتوا عليها. سيدنا ادريس على سيدنا كنطلبوا منو جبنا الاخ ديالنا لهنا. وهذه رساله واضحه. الا قلنا هذه النهار الصامته. كنطلبوا حنايا كنطلبوا الاخ ديالنا. غدا ما عارفينش شنو غادي يديروا. ولا ماشي ما كنعرفوش نديروا الشعارات. ولا ماشي ما كنعرفوش عندنا الميكافونات. بالعكس بغينا هذه وقفه صامته رساله. الى كل من يهم الامر كنقول لكم شابات الشباب ديال الجهه الشرقيه يحتضرون من تبلعت الحداده لهنا لا في ديال الجزائر لا في الليليه المحتله. وعباد الله ديروا بدائل اقتصاديه للشباب فين يخدم. ديروا المصانع وما بغيناش المدينه ديال وجده تولي غير دي بويات الشركات ديال الرباط وديال كازا. كما كنقول لكم هادو دابا انا راه مكتوبو من الاجهزه الامنيه وكاع المسؤولين والعائلات. المطلب الاول اللي دابا باغي يتحقق فين الابناء ديالهم؟ فين الابناء ديالهم؟ غير معاهم تهضروا هضروا مع السفاره ديال المغرب في الجزائر باش يجيبوا الابناء ديالهم. كنحييكم مجددا. غادي نبغي نعطيك كلمه واحده لأحد يعاودوا يسمعونا مزيان. وسمعونا مزيان الله يرضي عليكم. صافي كنا قلت كنعاود وسمعوا مزيان اسمعوا الدراري المطلب الاول واللي كيشاور على العائلات ديالو راهم بغاو الجوتات باش يتسلموا الجوتات ديال الابناء ديالهم باش يدفنونا في بيت وجده. وصلوا المسؤولين هذا الشيء باش والدها اختي نصبح انا نقول هذا المطلب. الصح هو اللي بغينا ان خوتنا يدخلوا المغرب. اما اسمعي لي اما المسائل نتاع العمل نتاع مدينه وجده هادشي اللي حنا نهضروا عليها. هذاك الشيء اسمعي لي هذاك المسائل نتاع هادشي راه المسؤولين عارفينها وحتى حنا عارفينها ولكن غادي يجي الدور. اسمعي لي غادي يجي الدور ديالنا باش نهضروا فيه. اذا بغينا خوتنا اللي في الجزائر انهم يدخلوا هذا هو المطلوب ديالنا. طالبين ديك الجوده تاع ولادهم يشوفوهم حداهم الارض ديالهم باش الجمره تبوح. هذا ما بغينا حنايا بغينا لا سياسه لا والو. هاد الناس تاع وجده هادو اللي كيجيو مبارداتهم من فوقاش ما بغاو كيحتاجوا الدراوش وكيحتاجوا هاد المساكين اللي كيحتاجونا كيبقاو يجيو يعورطوا. اليوم حنايا ك الناس تاع وجده ويعني الشباب تاع وجده هادو راهم خوتنا طرف منا تحت
تحرقنا عليهم بزاف، ماشي بحال والدي، والديهم راهم دركا ما يجيهم لا نعاس لا والو، باغيين يشوفوا غير شو تاع والدي. ها هو سميلي حنايا بغينا سمح لي هذا صاحبنا، وحنا حنا محروقين عليه. سمح لي يا صاحبي، الوالي هو السيد الوالي ماشي غير هضره وتصيفط عباد الله، حنا بغينا هاد الجوتات يجيو لهاد الناس هادو، هادو بغاو يدفنوا وليداتهم وبغاو يشوفوهم باش تبقى يترحموا عليهم، ما تبقاش مروان غير بالوعود. نتوما راه سهله باش تجيبوهم، ونتمنى من الاخوه الجزائريين شي واحد جزائري بارطاجي لنا هاد اللايفات هادو، نتوما راكم خوتنا وحنا خوتكم وبغينا هاد الكبار، بغينا هاد الميساج هذا يوصل للمسؤولين الكبار ديال الدوله باش يعاونونا الله يرحم الوالدين ديالو تهضر، خليو الام ديالو تهضر، لان الحرقه هي الام، حنا راه بقاو فينا غير حيت ولادنا، حنا الطالب الوحيد كيما قالت هي اللي حاسبنا، ما تعرفين والو، نفسو السلطات الله يجازيهم بخير، السلطات الجزائريه بغاو غير وليداتهم يدفنوا، غير وليداتهم يدفنوا، السلطات الجزائريه يجيبوهم، حيين يجيبوهم، بغينا حنا محروقين. الله صافي اش قلت لك؟ الفاتحه شوف حنا مسكينين المسيره، الله يرحم الوالدين، الله يرحمك الوالدين، حنا مسكينين المسيره، راه كملت هضرنا معاه ريبورتاج، واحد الفاتحه وندعي لهم بالرحمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عشك إذا انتهت الوقفة الصامتة، تحية طيبة للجميع المتتبعين، تحياتي.